بما ان احنا لازم طول الوقت نقول لك ولازم نفهمك ولازم نشرح لك، علشان ايه؟ علشان حقك، حقك انك انت تبقى فاهم. بص، عارف انت واعتدل في جلسته، انا بقى الحته بتاعته اعتدل في جلسته. حلو؟ طيب بص يا عم، دلوقتي لازم نبقى فاهمين انه العالم كله على بعضه في مشكله. ايه المشكله؟ المشكله متعلقه بالفلوس، الاسعار. اوكي؟ طيب يعني ايه؟ في حاجه كده يسموها بالانجليزي بوست كورونا، يعني ما بعد الكورونا. ما بعد الكورونا ده في ايه؟ في اللوز، في تاثيراتها على الجسم؟ لا، ده شق. الشق اللي انا بتكلم عليه هنا هو الشق الاقتصادي. ما بعد الكورونا، محاولات العالم للتعافي الاقتصادي او ما تسببت فيه الكورونا من ازمات اقتصاديه على مستوى العالم. من ضمن الازمات الاقتصاديه اللي على مستوى العالم ده، دي ضربت مين مثلا؟ ضربت اقتصاديات ضخمه جدا، بل اقتصاد ضخمه، ده ضربت اكبر اقتصاد على مستوى العالم، الاقتصاد الامريكي. ادى الى ايه؟ فاكرين الاسبوع اللي فات كنت بشرح لك اقول لك ايه؟ ادى الى انه الولايات المتحده الامريكيه رفعت معدل الفايده على الدولار. يعني هنا انا لما ببقى عندي ازمه بعمل ايه؟ انا ببقى عاوز اجمع فلوس لان عندي ازمه كبيره جدا جوه البنوك، فاضطر اعمل ايه؟ اقول يا جماعه طيب بص انا عايز اجمع الفلوس، فهعمل ايه عشان اشجع البني ادم؟ اقول له طب انا هرفع الفايده على الدولار. هل انا كده بشجع بس المواطن الامريكي؟ لا، ده انا كمان بشجع اي مواطن او مستثمر على مستوى العالم. تعالى تعالى، ده انا في عندي فايده على البنوك. الفايده على البنوك قبل الكورونا كانت وصلت، الفايده قصدي في البنوك في امريكا وصلت لصفر. دلوقتي لا، الفايده طلعت تاني بالموجب. شوف لحد فين امريكا. طيب بسبب برضو كل اللي حاصل في الكورونا، ايه اللي جرى؟ اللي جرى انه انا عندي ازمه كبيره في الطاقه، فاصبح عندي سعر البترول قاعد عمال بيزيد، يعلى يعلى يعلى، هيفضل يعلى لحد فين؟ بعض الخبراء بيقولوا ممكن يخش يكمل لحد ما يوصل ل $100، سعر قياسي كان قبل الكورونا بكذا سنة بالمناسبة. يعني انت لو تفتكر كان الدولار شد، اسف، البترول شد جدا، سعر البرميل شد جدا لفوق، وبعد كده بدأ ينخفض شيئا فشيئا، جات الكورونا ضحضحت الدنيا، بعد كده بدأ يشد تاني الى اخره. اهو البترول دلوقتي عمال سعره بيشد. طيب لما سعر الطاقة يشد، كل حاجة لازم تغلى. ما هو البترول ده بمشتقاته بقى المختلفة، انا بعمل بيه ايه؟ بشغل بيه مصانع سماد، بشغل بيه عمليات النقل، بشغل بيه تدوير كل الماكينات والآليات اللي أنا بستخدمها على سبيل المثال في الزراعة، وبطبيعة الحال في الصناعة. طيب يبقى أنا كده غليت عنصر أو عامل من عوامل الإنتاج بتاعتي اللي هو الطاقة، بنزين، سولار، زي ما يطلع. ده على مستوى العالم، انا مش بكلمك بس على مصر، انا بكلمك العالم. ففي حاجه سعرها غلي جدا، فاصبحت مصاريف التشغيل والانتاج بتاعتي اغلى، واصبحت مصاريف النقل بتاعتي اغلى. فالطاقه ادت الى ايه؟ ارتفاع اسعار الطاقه ادى الى ايه؟ الى موجه غلاء ايضا في اسعار الغذاء. طبيعه الاحوال. طيب خلينا نحاول بقى نفهم ايه اللي بيحصل في الدنيا، وهل اللي بيحصل في الدنيا ده معناه ان مصر تبقى بمعزل عنه، ولا مصر هي جزء من الدنيا؟ هي مصر جزء من الدنيا. بس نفهم اكتر من دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير على حضرتك يا استاذ يوسف وعلى المشاهدين. ازي حضرتك؟ ويا رب تكون ليله سعيده النهارده على الشعب المصري العظيم، ويتوج المنتخب المصري يا رب بإذن الله يا رب. احنا كنا بنتكلم على مسألة موجة الغلاء العالمية في أسعار المنتجات البترولية بمشتقاتها المختلفة، وما أدى أو ما أدته هذه أو أدى هذا الغلاء في أسعار الطاقة إلى ارتفاع أيضا في أسعار الغذاء. في ناس لحد دلوقتي لسه برضو بتقعد تسأل، طب وإيه علاقة الأكل بأسعار البترول؟ تمام يا فندم، زي ما حضرتك تفضلت، في ظل استمرار العالم وما يعانيه من تداعيات وباء كورونا ومدى تأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات في العالم، ويمكن الاقتصاد الأمريكي من أهم الاقتصاديات التي تأثرت في أزمة كورونا وأدى إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير جدا. ولكن مع التعافي الاقتصاديات في العالم
ومحاولة العودة مرة أخرى، فكان هناك ارتفاع كبير في طلب السلع بشكل كبير جدا مع الانفتاح بشكل تدريجي وفتح حركة التجارة العالمية التي كانت مغلقة خلال أزمة كورونا. فبالتالي كان في ارتفاع في عمليات الشحن بشكل كبير جدا، وده أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والمنتج، فبالتالي تم تحميل تلك الزيادة على الأسعار، وبالتالي أصبح هناك زيادة للأسعار. طبعا هي الأسعار طبعا كلها شاملة بعض، بفكرة إن هناك لو حدث زيادة في أسعار النفط ومع الإقبال الشديد على الطلب في الوقود والطاقة من أجل عودة عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع التي توقفت لمدة أكثر من سنة ونصف خلال أزمة كورونا، فبالتالي أصبح هناك خلل في عملية سلاسل التوريد والإنتاج بسبب تلك الارتفاعات، فحدث هناك تأثر في بعض السلع على مستوى العالم. أيضا معظم الاقتصاديات تأثرت بشكل كبير جدا. أيضا هناك سببين رئيسيين من خلال تلك الأزمة. الحرب التجارية بين أمريكا والصين، الحرب دي ازدادت بشكل كبير جدا مع أزمة كورونا، وأصبح هناك معاناة للصين بسبب أزمة كورونا، لأن معظم دول العالم بتعتمد على الصين في عملية استيراد المواد الخام والسلع الأساسية. صحيح. فبالتالي الصين أثرت بشكل كبير جدا على دول العالم في زيادة تلك الحرب والعقوبات التي تفرضها أمريكا. أيضا السلع الغذائية وأسباب زيادة السلع الغذائية، في عامل رئيسي مهم جدا التغيرات المناخية التي تحدث في العالم وفي الدول كان لها تأثير كبير على المنتجات الزراعية وعلى زيادة السلع الغذائية. لكن أنا أرى أن الاقتصاد المصري أكيد هيتأثر وأكيد مرتبط بالاقتصاديات في العالم، ولكن تأثير الاقتصاد المصري هيكون تأثير جزئي وليس تأثير كلي، ويمكن احنا شفنا مدى صلابة الاقتصاد المصري في الأزمات خلال العشر سنوات الأخيرة، ليس فقط أزمة كورونا، كان هناك العديد من الأزمات التي أثرت على الاقتصاد، ولكن الاقتصاد المصري أصبح ذات قدرة اقتصادية على مواجهة تلك الأزمات وعلى تحقيق التوازن. يمكن معدل التضخم من الأسباب الرئيسية التي تؤثر على الأسعار وعلى زيادة الطلب، لكن هناك فكرة تحقيق التوازن. يمكن الاقتصاد المصري والدولة المصرية بتسعى إلى تحقيق التوازن في كيفية الخروج من تلك الأزمة وكيفية مواجهة الأسعار، سواء في الأسعار البترول التي تؤثر على العديد من السلع. فهناك العديد من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في مواجهة تلك الأزمات والخروج منها بأقل ضرر. حلو جدا. طيب هنا بيجي دايما أسئلة، تيجي الناس تقول يا جماعة طيب يعني هو دلوقتي الحكاية دي هتأثر علينا إلى أي مدى، ويا ترى هل ترى الأسعار هتوصل لحد فين، إحنا مش عارف كلام من ده. أنا يجي هنا بقى محاولتي لإيصال الصورة، المسألة ما هيش مخيفة إلى هذا الحد. هو في أسعار هتزيد أو أغلب طبعا. الأسعار هتزيد، ودي طبيعة الأحوال طبعا. بس زي ما حضرتك قلت يا دكتور، هي مصر خدت مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية اللي بتقلل من حدة هذه الأزمة على المواطن المصري. هل الموضوع طبعا. يدعو إلى قلق أو خوف أو هلع أو ذعر ما بشكل أو بآخر؟ تمام. شوف حضرتك دكتور يوسف، يمكن في ظل الأزمة في 2020 ومع ظهورها في مصر شهر مارس 2020، يمكن الدولة مصر من الدولة الوحيدة في العالم اللي كان عندنا ثبات في الأسعار، وكان عندنا مخزون استراتيجي، المخزون ده كان مغطي أكثر من 9 شهور، وده كان حدث كبير جدا، ومصر واجهت الأزمة في عز الأزمة. ولكن في عام 2022 ومع استمرار أزمة كورونا وظهور متحورات عديدة والحرب التجارية بين أمريكا والصين، أعتقد أنه يكون في استمرارية في زيادة الأسعار. مصر هتتأثر بالأسعار طبعا، أصل إن مصر مرتبطة في دول العالم طبعا. ولدينا حركة تجارة عالمية، ولكن يعني إيه الرؤية المقدمة من الحكومة المصرية في فكرة تطوير السلع وتطوير مخزون استراتيجي
من السلع الغذائيه التي يعني ده هي بشكل كبير تهم المحدود الدخل، ولازم يبقى فيه فكره تحقيق التوازن وثبات الاسعار والرقابه. يمكن الرقابه هيكون لها دور كبير الفتره القادمه في مواجهه زياده الاسعار. فالدوله المصريه بدات فعلا في اتخاذ اجراءات مهمه، من خلال اصبح لدينا قطاع الانتاج الزراعي بدا فيه زياده مساحه رقعه الارض الصالحه للزراعه. اي السياسات المستخدمه لبرامج الحمايه الاجتماعيه اللي بتقدمها الحكومه المصريه من خلال دعم المشروعات المتوسطه والصغيره، والمشروعات دي هتستقطب عماله كبيره، هتؤدي الى تحسن مستوى دخل الفرد وكذلك مستوى الاسره المصريه التي تريد الدوله المصريه ان تصبح الاسره المصريه اسره منتجه بشكل كامل. صحيح. ايضا الدوله المصريه بتستهدف الفقراء من خلال مظله الدعم النقدي، ودي لها دور مهم جدا في تحقيق برامج الحمايه الاجتماعيه ودعم محدود الدخل بشكل كبير جدا. الدوله المصريه خلال عام 2020 الفتره القادمه ان شاء الله سيكون هناك سياسات مستخدمه مهمه جدا سواء من الدوله او البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري وفي تحقيق عمليه التوازن في معدل التضخم حتى لا يصل الى اكثر من ذلك. حلو جدا، انا بشكرك جدا 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 دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي.